السلام عليكم وصحه فطوركم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. عاودت طليت عليكم هنايا بطاوله ثانيه لهذا رمضان. الله غالب على بالي بلي راني مغيبتها عليكم. راكو تعرفوا مع رمضان الخدمه ماشي حاجه سهله باش ديري فيديو تمونطيه وتوجديه ليه. ان شاء الله نخلفها لكم في دي فيديو واحد اخرين. كيما راكو تشوفوا هنا درت شوربه تاع فريك مع بوراك شلاضه خفيفه لحم الحلو وشطيطحة تاع لسان الغنمي. راح نشارككم الوصفة ليه يعني وصفة سهلة. هنا كما كتشوفوا عندي كوكو طادت فيها شوية تاع الزيت ونحط 3 سنينات تاع الثوم. انا هنايا سكرفجتهم، تحبوا تهرسوهم في المهرس. زدت عليهم شوية تاع بصل كما راكو تشوفوا هنايا، الثوم هو اللي يكون غالب، البصل ندير غير شوية. ومن جهة خديت كاس تاع ماء درت فيه فلفل عكري، ملح، فلفل الكحل، شوية تاع كركم وشوية تاع راس الحانوت. تحبوا تزيدوا شوية تاع كمون. نحط هاد ليزيبيس كامل في هداك الماء، نخلطهم مليح ونزيد عليهم مغرف كبيرة تاع طوماطيش تاع البايض. نحل مليح هاديك الطوماطيش في هداك الماء مع هادوك ليزيبيس، من بعد نضيفها تتقلى مع هداك الثوم والبصل. هنا ضفت الكميه تاعي تاع لسان الغنمي، كنت قطعته وحطيته يتقلى مليح. كاضافه هنايا زدت شويه تاع الحبق، راح يمدلو بنا هايله، ونخليهم يتقلاو وياخذوا وقتهم في التقليه بلا ما نساو الكميه تاعنا تاع الحميصه. هنايا اللي تحب الحميصه راح دير الكميه لاباس بها، اللي ما يحبوش الحميصه يقدروا يستغناو عليها. بعد ما نخليهم ياخذوا وقتهم تاع التقليه نجي نمرق بالماء يكون سخون، والتمراق يكون غير شويه يعني ما نمرقوش بزاف باش المرقه تاعنا ما تجيش صامطه وتجي عاقده وبنينه. نغلق على الكوكوطه تاعي بعد ما تغلي لي وتاخذ لي الغليه، نغلق عليها ونخلي لسان تاعي يطيب في غرضه. وهذه هي بالنسبه لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم. قلت نطلع لكم يا لو كان بحاجه خفيفه باش ما تقولوش سمحت فينا ولا سمحت فلاشان، ولا غير بزاف راهم يبعثوا لي يقولوا لي علاش راكي سامحه فلاشان. الله غالب الوقت ما كانش والمونتاج ماشي ساهل. ان شاء الله يقدرني ربي ونقدر نوجد لكم دي فيديو واحد اخرين وحتى وصفات بالنسبه للحلويات تاع العيد. ان شاء الله يقدرني ربي ونوجد لكم دي فيديو. هذه هي، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وصحه فطوركم وصحه سحوركم. مع السلامه.